السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده أحد المواقع الذكاء الصناعي اللي إن شاء الله هيبقى ده مستقبل أي برنامج شغال في مجال الكونستراكشن. إن أنت بتديله إيه؟ أنا عايز مثلا شقة يكون فيها سلمين ويكون فيها حمام ومطبخ، يبدأ يعمل لك كل حاجة ويبدأ يعمل لك الفرش الداخلي وكل حاجة، تمام؟ ويبدأ يعمل لك دراسة للفوائد اللي موجودة، دراسة للشمس، دراسة كل اللي أنت عايزه. من الجنريتيف ديزاين بيعمل تصميمات كتير قوي، وبعد كده يديك افضل ديزاين ممكن تشتغل عليه. طيب بعد ما عملت التصميم ودرست النت اريا والجروس فلور اريا والكربون فوت برينت وكل الحاجات دي طلعها لي، الشغل اللي انا عملته ده هيترمي ولا ايه؟ لا، بقى في اداه جوه الريفت تقدر انت تسطبها مجانيه فري، تاخد الشغل اللي موجود على موقع فينش دوت ويبدأ ان هو يدخله جوه الريفت. وفي نفس الوقت لو انت عامل شغل في الريفت وعايز ترفعه تقدر ان انت ترفعه، يعني هو بيعمل تبادل، بيعمل ابلود للريفت 3D وبيعمل داونلود للناتيف ريفت بيم فايل فروم يور فينش بروجكت. فدي اداة جميلة جدا اهو، فتقدر تعمل التصميم بتاعك وتقدر ان انت تجرب اكتر من تصميم ويدخله في الريفت وتعدل في الريفت وبعد كده تدخله على المشروع بتاعك.